انطلقت عدة نقاط كبيرة نتمنى نحن أن نحقق منها الكثير. كان هناك أمر متعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في هذه المنطقة. ما هي الدواعي التي توثيق تلك الانتهاكات؟ توثيق تلك الانتهاكات طبعا نابع من الوجع، من المعاناة التي تتعرض له المنطقة في أقسام كبيرة من شمال شرق سوريا، وبالأخص منطقة عفرين ودواحيها وريفها، تلك المنطقة التي شرعنت فيها الاحتلال التركي، شرعن فيها قضية الغاب أو قضية المرأة، قضية المرأة انتهكت حقوقها جميعا. طبعا في عفرين ليس القصف فقط أو القتل أو السجن أو الاغتصاب للمرأة، هناك عدة أمور تنتهك في هذه المنطقة من قبل عناصر الاحتلال التركي التي وزعها في هذه في مناطقنا الآمنة التي كانت هي من أجمل الأماكن، كانت خضراء، كانت زيتونها جميل، كانت تحفة فنية، والآن هي تنتهك النساء هناك، تنتهك أعراضها، تنتهك أفكارها، لم تستطيع المرأة أن تحقق فيها أي شيء. طبعا هذا أوامر من الاحتلال التركي لجعل المرأة عبدة في منزلها فقط، لإقصائها عن قول الحقيقة. المرأة دائما حرة، دائما كريمة، دائما تحب أن تكون لها مكانة كبيرة، هي السند الحقيقي للرجل. لو المرأة هي السند الحقيقي، حين يجد الرجل أن المرأة تخاف فهو سيخاف أيضا، هما أخافوا المرأة ليخيفوا المجتمع كاملا. فالانتهاكات التي قام بها الاحتلال التركي في مناطقنا، السجن لنساء للمرة الأولى، تسجن نساء أو تعدم نساء، فهذه الشرعنة التي يقوم بها الاحتلال التركي هي 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 مصائب. لذلك احنا انبثق من مؤتمرنا لجان كثيرة من لجان المخيمات، لجان توثيق الحقائق بما يفعله الاحتلال او بما تفعله لجان التي يوزعها في هذه المناطق لطمس الحقيقة، لأن المرأة السورية هي امرأة حرة، هي امرأة قادرة، هي امرأة مثقفة، هي امرأة واعية بالأساس. تلك المناطق هم من خيرة المناطق التي نحن يعني نحتفل بهم أو نثق بهم. كانوا مثقفات، كانوا جامعيات، كانوا خريجات، كانوا يحلمون بعالم آخر. أتى الاحتلال وغير لهم أفكارهم. طبعا لا يطال العنف أو لا يطال القهر أو لا يطال بس النساء، الأطفال أيضا كان لهم حصة كبيرة من الوجع. فهذه الأمور نحن علينا أن نبثق اللجان، ليس لجنة واحدة، نحن ندعو إلى بثق عدة لجان لتوثيق هذه الانتهاكات، وإن شاء الله نستطيع أن نحقق ونغير الحال، ونستطيع أن نحرر هذه المناطق وتعود إلى الأراضي السورية. ما يقوم به الاحتلال التركي وعناصره التي يوزعها في مناطقنا بتلك الاعتداءات وتلك التعنتات وتلك الانتهاكات بحق المرأة وبحق الأطفال وبحق الرجال وبحق الشجر وبحق الأرض كمان، تلك الانتهاكات أمام ناظري العالم جميعا، وأمام منظمات حقوق العالم كلها، وأمام المجتمع الدولي بشكل عام، ولكن يقف ساكتا. ما هو الهدف من سكوت هذا المجتمع الدولي الذي يبقى ساكتا بهذه الانتهاكات التي يقوم بها على مرأى ناظريه، وتصل إليه تلك التقارير، تصل بشكل مباشر ما يفعله الاحتلال التركي بمناطقنا، ولكن الصمت الدولي هو طبطبة على الوجع السوري جميعا، هو طبطبة له لهذا الاحتلال التركي الذي بدأ منذ اليوم الأول للثورة السورية، الذي بدأ أطماعه باحتلال مناطقنا، باحتلال أراضينا، بسرقة خيراتنا. هو لم يكن يد عون للشعب السوري، ولكنه كان يد على الشعب السوري. كالانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي في مدينة عفرين بعد 6 سنوات للاحتلال. هما احتلوا مدينة عفرين، لم يحتلوها لأنها جزء من سوريا، هناك عدة نقاط من سوريا
تحادد الدولة التركية أو الاحتلال التركي، ولكن هي لجبر تلك المناطق أو خضوع تلك المناطق وتغيير ديموغرافية تلك المناطق. كانوا هناك يجبرون النساء وكانوا يسجنون النساء وكانوا يغتصبون النساء لترك منازلهم. مع ذلك هؤلاء النسوة كانوا قادرات أن يصمدوا ويبقوا في منازلهم لعدم السماح لهذه الفئة من الناس أن تغير من سماتهم. طبعا نحن اللجنة اللي انبثقت من مجلس المرأة السورية كان حاجة ملحة، لم يكن رفاهية أن نوثق تلك الانتهاكات. هم نساء سوريات، نحن هدفنا كمجلس مرأة سورية أن نصل لجميع النساء السوريات في كل بقاع الأرض، ليس في المناطق المحتلة فقط، ولكن هم وهذا الانتهاكات أو لجنة توثيق الانتهاكات هو واجب علينا كمجلس مرأة سورية، ولا نعرف ما يحدث في تلك المناطق. هذا عيب يعني بمجلسنا، أو هو عار على مجلسنا أن لا نكون نوثق تلك الانتهاكات بحق المرأة السورية التي هي كانت صانعة للقرار، هي محبة للسلام، هي محبة للحرية، هي امرأة الشمس. فنحن مثل ما بقول لك، نحن دائما ندعو جميع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن يكونوا على طرف محايد، أن يكونوا على طرف إيجابي من 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 مناطقنا المحتلة، أن يروا بأن هم يرون ما يفعل الاحتلال التركي، هم يعلمون ماذا يفعل الاحتلال التركي، فندعوهم بشكل إنساني أن يقفونا بشكل إيجابي مع هؤلاء. كان له جهد كبير هذا المؤتمر، كان له مدة طويلة من التحضيرات، والآن نحن في طور انبثاق تلك اللجان التي حددناها. نحن الآن في تحضير تلك اللجان وتفعيل عملها بالسعي مع الإدارات بالوصول إلى كل الجهات المعنية للإذن بأن نصل لهؤلاء النساء. قاءتنا نحن بانبثاق تلك اللجنة أننا سنفعل الجهات المعنية أو الإذونات من الجهات المعنية كان إيجابيا وكان حضاريا، حتى اللقاء كان حضاريا ومد يد العون، كانوا يريدون أن يساعدونا حتى ستنبثق من تلك اللجان لجان حقوقية للدفاع عن تلك النساء. من منطلق مجلس المرأة السورية، نحن معكم، يدنا معكم، نسمع أصواتكم، نسمع نحيبكم، نسمع شكواكم، نحن معكم، لا تيأسوا لا تيأسوا لا تيأسوا. ندعو منظمات النسوية الموجودة في العالم للانضمام لنا، أتمنى أدعوهم بشكل حر، بشكل قوي، أدعوهم أن يصلوا إلينا، أن يمدوا أصواتهم لأصواتنا، أن نكون صوت واحد. نحن من خلال لجاننا سنسعى جاهدين مع شبكات التواصل كاملة، مع الوصول إلى جميع المنظمات الحقوقية، سنسعى دائما لنوصل تلك الانتهاكات ونوثقها بشكل حقيقي وطبيعي. نحن لا نريد بس التوثيق، طبعا نحن التوثيق هذا أمر هام جدا، ولكن نحن نتمنى العدالة لتلك الانتهاكات، نتمنى أن تصل لجاننا الحقوقية، ونتمنى من المنظمات الحقوقية. طبعا أنا بقول لك أنه نحن هون نسعى باللجان الحقوقية اللي موجودة بمجلس المرأة بلجنة أو بجمعية لعدل بلا حدود، نتمنى الوصول لعدل بلا حدود. هناك منظمة بالأمم المتحدة اسمها عدل بلا حدود، نتمنى الوصول لها، نتمنى العمل معها، نتمنى التوثيق لديها بالانتهاكات التي تحصل في مدينة عفرين بعد 6 سنوات من الاحتلال التركي.